تمام على رأيك. عمرو بس عمرو بدي تسجيل. تمام دكتور، إذا تحبين بلشي. عاشتيكي. أوكي. اليوم راح ناخذ examination of the motor system. The motor system evaluation is divided into the following: body positioning, involuntary movement, muscle tone, and muscle strength. يعني من أدي أبحث الموتور examination بالنسبة motor system، أركز على نقاط معينة بالفحص مالتي. البودي positioning, positioning of the body. عندنا مثل ما شرحنا بمحاضرة الشيست examination، إنه symmetrical or asymmetrical. Involuntary movement، أكو حركات لا إرادية تصير عند البيشنت أو الشخص اللي بدأ أفحصه. المسل تون، قوة العضلة والسترينث أوف ذا مسل تون، يعني الباور مالته. راح ناخذ تفاصيلها هسه بهاليوم بالسلايدات، وباشر يعني جزء بسيط راح نسوي الاكزامينيشن مالتنا. عندنا الاكزامينيشن، عندنا الأبر موتور نيورون ويكنس واللور موتور نيورون ويكنس. راح أركز على الشغلة اللي بيها الألوان اللي بيها أحمر. إذا كان عندنا أبر موتور نيورون ليجن أور ويكنس typically associated with increased reflex and a subspastic type of increased tone. يعني الشخص اللي عنده upper motor neuron lesion، احنا عرفنا الابر واللور درسناها محاضرات العملي مال النظري سوري مالت الموتور سيستم. الشخص اللي عنده upper motor neuron lesion راح يكون عنده increase بالreflex، هايبر ريفلكس يصير عنده exaggeration بالreflex و spastic type، يعني نوع مثل التصلب والانكريز بالمسل تون. على عكس اللور motor neuron lesion or weakness راح يصير عندنا ديكريز عندنا بالسترينث والريفلكس وفكت مسل اند ديكريز مسل تون، بالضبط عكس الابر موتور نيورون ليجن. راح نحفظ تعريف الفلاكسيليشن او فاسكوليشن: ار فاين موفمنت اوف ذا مسل اندر ذا سكن اند ار انديكيتيف فور موتور نيورون ديزيز. يعني اذا تسال شنو الفاسكوليشن، هي تويتشنج بالنسبه للموفمنت او للحركه، فهي twitching movement تشوفها ممكن نلاحظها على السكن او ذا بيشنت، حركات لا اراديه twitching تصير عندنا وتكون مرتبطه باللور موتور نيورون ديزيز. They are caused by denervation of the whole motor neuron units leading to acetylcholine hypersensitivity of the degenerative muscle. اذا بهذا السلايد راح نعرف the upper motor region تصير عندنا increase بالreflexes عندنا الهايبر ريفلكسيه وincrease بالتون. اللور موتور نيورون ليجن راح يصير عندنا decrease بالreflexes وديكريز بالمسل تون. وراح نحفظ تعريف الفاسكوليشن، هي التويتشنج حركات لا اذا فاين تويتشنج او فاين موفمنت ممكن نشوفها على السكن او اندر ذا سكن، حركات لا اراديه طبعا هي تصير، تكون مرات مزعجه بالنسبه للبيشنت، خاصه اذا صارت بعدين مثل بالايليد مرات يعني مثل الترميش الزايد بالجفن مالت العين. They are caused طبعا هي قلنا سببها lower motor neuron lesion و caused by denervation of the سببها الاستايكولين hypersensitivity ويأثر على المصل بصورة عامة. قلنا الأشياء المهمة اللي ركز عليها بالموتور examination هو strength، قوة العضلة. It's conventionally tested by having the patient resist your force as you attempt to move their body part against the direction of pull of the muscle that you are evaluating. يعني افحص قوه العضله مالته، هو يسحب ايده على صدره، اني يعني احاول اجر ايده بالعكس اتجاه المعاكس واشوف قوه المريضه، القوه العضليه الجزء اللي افحصه بالنسبه للارم او الليك، يقدر يقاوم سحب ايدي باتجاه المعاكس الايده. فهنا هو strength of the muscle راح يبين عندنا بهاي الحاله. When testing strength in the leg, it's helpful to have the patient attempt to walk on the toes and then heels. يعني نعطيني في الاكزامبل انه انا اذا افحص قوه العضلات او الليجز مالت البيشنت، ممكن اخليه يوقف او يمشي على رؤوس اصابعه، او ممكن اخليه يمشي او يحاول يمشي على الهيل يعني الشعب او الكعب مالت القدم مالته. Other tests of the leg would include standing from a chair without use of the hands or climbing a stair. That's these later tests examine more proximal muscles. يعني من الاشياء الاخرى اللي نفحصها بالنسبه للليج examination strength of the muscle of the leg، انه خليه مثل انه هو قاعد على كرسي، اقول له راسا قوم اوقف بدون ما يستند على اليدات او على جوانب الكرسي مباشره، او ممكن يطلع على الدرج بدون ما يستخدم الحاجز او القاعده السلم اللي نستخدمها مرات بنلزمها بالصعدة وبالنزل. اذا الاجزاء المهمه لفحص الموتور examination انه افحص قوه العضله، في المريض يشد ايده على صدره يسوي فليكشن، انا احاول اسوي لها اكستنشن للايده اسحبها باتجاه المعاكس، طبعا مو ستيل هاند اي منطقه بالنسبه للليج مالتنا او البوث ارم.
وكذلك إذا هو في sitting position أقول له رأساً يسوي stand up دون ما يستند على جانبي مات الكرسي أو يسلق أو يصعد الدرج أيضاً دون أي مساعدة مباشرة من هو واقف يطلع على الدرج. فممكن في هالحالة نقيس strength of the muscle of the leg. هذا السايد أيضاً مهم muscle bulk حجم العضلة أو قوتها أو التكستشر مالتها. شو نقدر أقيسه أو assessment ما أسوي له by inspection يعني أشوف بالنظر يعني أشوفه فأشوف هاي العضلة بيها ضمور هاي عضلة طبيعية أو whatever. Symmetry is important. Some area can be directly evaluated by inspection alone, such as the thinner and hypothinner region or the shoulder contour. Some area like the thigh, leg, arm, and forearm may be better evaluated by measurement. Severe atrophy strongly suggests denervation of the muscle, such as the lower motor neuron region. قلنا إذا أفحص البالك يعني حجم العضلة ممكن أشوفها دائما أنا أسوي لها assessment أضعه عليها عنده ضمور بالعضلة عضلة ما تكلش صغيرة مقارنة جهة اليمين مع اليسار مثل في الأبر آرم مالته أقدر أقرر أني أشوف أنه عنده ضمور بالعضلة بس بالنظر عليها مرات يكون كلش كافي خاصة عندنا thinner hypothinner muscle. بينما عضلات أخرى بجسم مالته مثل الثاي لا هي أصلا حجمها يكون كبير عندنا العضلة الفخذ مالتنا أو الليك أو الأرم فأنا ممكن أستخدم القياسات بيها أقدر أقرر إنه هاي عضلة بيها مثل مصل أتروفي أو عندنا فالدامج معين بالمثل المصل أو دينيرفيشن أو ذا مصل. أنا ممكن أشوف الإكزامينيشن ترامر أند فاسكوليشن إذا عنده حركات لا إرادية ترامر هي الرشفة بالإيد أو حركات التوشنج اللي تصير عنده أثبت مكانها بملاحظات مالتي أسجلها بأي مكان بالشيس بالراي بالسوري بالنسبة للبدي الرايت آرم ليفت آرم أثبتها عندنا. وأهم شيء دائما قلنا بأي فحص أسوي كومباريزم أو أسوي مقارنة جهة اليمين مع اليسار وأشوف السيمتريكال أوف ذا ميجر مسل جروب. هنا أنا بالنسبة إذا أبحث كجروب من العضلات فور إيش مسل جروب نوت ذا أبييرنس أور مسكولاريتي أوف ذا مسل يعني أشوف العضلات بصورة عامة بيها ويستد مسل العضلة هاي بيها في ضعف معين عضلة بها حجمها أكبر من الطبيعي في جماعة دول جماعة المصل يلعبون أثقال أو غيرها لو هي هاي حجم الطبيعي للعضلة اللي أنا أشوفها قدامي نشوف التون المصل العضلة هاي بها رخاوة عضلة قوية عضلة هذا طبيعي كل شخص تكون قوة العضلة مالته ونشوف السترينج طبعا قلنا السترينج في المصل إنه أنا أحاول أسوي يعني بولينج بالاتجاه المعاكس لحركة الإيد أو بالنسبة للفوت أو الليج. طلاب لهنا أنا أكو سؤال قبل ما ندي نعرف أنواع الإكزامينيشن نعيد بدي سلايد معين هباشر راح أمر عليها نركز على شغلات معينة حتى تفهموها أكثر. دكتورة بس بالنسبة للشرح مطلوبة كلها الشرح تركزون هي الشغلات اللي أركز عليها بقول هذا سلايد مهم هذا مهم هسوك شغلات راح نتركها مو كلش مهمة بس في الأول سلايد هنا مرينا عليه لا هذه شغلات مهمة سويناها بالأحمر هاي مهمة تعرف الفاسكوليشن هذا مهم هذا ينحفظ. شكرا دكتور. أوكي شغلات دي أركز عليها هي مهمة هذا السلايد عندنا عليه مهم نال المصل جروب شان أفحصها الأبيرنس والتون والسترينك مالتها. أوكي راح نكمل هنا examination of the motor system. هنا حالة البيشنت ممكن اخليه بسيتنج بوزيشن على الكوش قاعده هي قاعده هاي اجي ابوع عليه قلنا احنا دائما نفحصها دي باي انسبكشن اي شيء اشوفه عيني ممكن اشوف عنده نوع من الباراليسز عنده فد ويكنس بجزء من اجزاء المسلز بجسم مالته سواء الابر او اللور لم راح يكون عنده ثلاث نوع من انواع اذا كان عنده بالسي في ايدي اشوفه واقع هالشكل ما يقدر يحركه. اذا كان عنده سنترال ليجن هاي ملاحظه هاي بالاحمر ايضا مهمه بالنسبه للبرين او سباينال كورد. بالنسبة للأبر لم راح يتأثر بسرعة عندنا الإكستنسر ذان الفلكسر موفمنت أوف ذا أبر إكستريميتيز. طبعا هاي بالتجارب وفحص جماعة النيورو ميديسن نيورو سيرجري هاي ملاحظات مالتهم طبعا هاي ملاحظة إذا عندنا إحنا سنترال ليجن الأبر لم راح يكون عنده ويكنس بالإكستنشن أكثر من الفلكشن بينما بالعكس عندنا باللور لم يكون عندنا ويكنس بالفلكسر ذان إكستنسر تايب أوف مسل. كلنا المحاضرة أو محاضرة النظري مالتنا المحاضرات السابقة السيربلم هيل ان ذا كوردينيشن اوف فولنتري موفمنت. هنا من أقرر عندنا أقول عندنا سيربلر دامج أو بروبلم
اول شيء لازم انا اتاكد انه هذا المريض عنده ما عنده ابنورماليتيز بالابر لمب، معناته اذا كنت افحص الابر لمب ما عنده ويكنس، ما عنده براسس معينه، يلا بعدين اقدر اقرر انه عندنا هاي كوردينيشن ابنورماليتيز اور سيريبرال ديزيز. من الامور المهمه انه نفحص لنا الكوردينيشن، هي الكوردينيشن مع تناسق الحركه او الحركه منتظمه. خلينا نشوفكم الصوره هنا، هاي باكر راح ان شاء الله اسويها بالمختبر سويه، هاي فينجر نوز تيست، هاي الصوره مهمه واسم الفحص كلش مهم، تعرف لي اياها سواء جبت لك الصوره جبت لك الفحص، ممكن تجيك معي الرسومات بالامتحان. هذا الفحص اسمه فينجر نوز تيست، انه انا قاعد البيشنت سيتنج بوزيشن ابرايت بوزيشن، مسافه تقريبا اخلي بيني وبين النص متر 40 سنتيم هالشكل، باصبعته راح يسوي تاتشنج للنوز مالته ويحاول يطخ الفينجر مال الاكزامينر، طبعا كررها 10 مرات او اكثر. مسافة الإصبع الفينجر بالنسبة للإكزامينر البيشنت أغيرها الإيدي مرة أخليها فوق مرة جوا مرة على اليمين مرة على اليسار، هو باستمرار وين ما حرك إيدي أو الفينجر مالتي راح يستمر بهاي الحركة، تشنج النوز مالتي يرجع تب أوف ذا فينجر، تشنج النوز وبعدين تب ذا فينجر مهما كانت المسافة أو البعد أو الجهة اليمين أو اليسار. الحالة الطبيعية أن هو يكون مسيطر، وين ما أحرك أني إصبعي هو وياي حركة فوق جوا يمنى يسرى، هو مسيطر عليه الفحص وما يصير عنده ترنح أو حركة مو طبيعية بإيده. الشخص اللي عنده فد دامج معين، عنده فد ليجن معينه بالنسبه للسيستم مالته او الكوردينيشن موفمنت، شوف ايده راح تترنح ما يسيطر ما يرفع ايده بالمستوى اللي انا مخليه به اصبعي. ان شاء الله باكر ايضا راح تشوفوها وتسووها. نكون قاعدين سويا نسوي واحد من زملائكم نجرب عليها. هنا عندنا ايضا الفحص الثاني او coordination of the upper limb، انه striking first يعني يفتح ايده اليسار وارجع الايد الثانيه اليمنى، انه مره الدور البالمر بال dorsal aspect of the hand مرتين ثلاثه يسوي الحركه يكررها، باكر راح اسويها قدامكم. طبعا اذا عنده ليجن راح تبين ايده ايضا ما يسيطر على الحركه، ترنح ايده او مثل ترمر يصير عنده، واذا حركته اي نرفس سيستم ما طبيعي لا يمشي الحركه مره بالمر مره dorsal aspect على الايد الثانيه، راح اشوفكم اياها باكر ان شاء الله. وعندنا النال كوردينيشن اوف ذا لور لم، عندنا الهيل شن تيست، راح نشوف الصوره سويه. نال لايك بوزيشن البيشنت، اطلب من عنده يتمدد، سوي لنا فليكشن، الفحص راح يكون مثل هنا حركه الرايت ليج على الليفت ليج بهاي الطريقه. ايضا هاي الصوره مهمه واسم الفحص كلش مهم، اسمه هيل شن تيست، انه انا اطلب من عنده يسوي فلكشن مثل هاي اللي هنا الايدين تكون اكستنشن الرايت ليج، الليفت ليج راح يرفعها بالكعب مال القدم بالهيل راح يحرك الابورد من الاعلى للاسفل في هذا الاتجاه. هنفد 10 مرات او اكثر، نشوف يسيطر على الحركه، لو تبدي تترنح رجله يمنى ويسرى ما يسيطر على الحركه. فهو هنا الفائده مالته انه اشوف الكوردينيشن اوف ذا لور لمب. Ask the patient to lift on his leg and flex at the knee. Keeping the other leg straight, he should then place the heel of the flexed leg on the knee of the other leg and run down the shin toward the ankle and back again toward the knee. Ask them to repeat this a number of times. يعني عيد اسأل عيد فد 10 مرات أكثر أقل إذا حسيت بها حركته مو طبيعية أو ترنح بحركة قدمه ما يسيطر عليهم. فإذا هاي الفحص قلنا الهيل شن تيست، وعندنا الفينجر نوز تيست، هي الكوردينيشن الابر واللور لم كلش مهمه لازم ننتبه عليها، ونحفظ اسم الفحص واحفظ الصوره اخليها ببالي انه انا يمكن اجيبكم الصوره واسالك على اسم الفحص. ايضا قلنا الشغلات المهمه الموفمنت، قلنا في الجيت مثل من الحركات او الامور المهمه اللي انا افحصها بالموتور سيستم. إذا كان الـ patient is unable to attend and walk and may persistently sway to one side if damage extends to a cerebellar hemisphere، إذا كان الـ patient ما يستطيع حركة مالته ما يمشي حركة مستقيمة، عنده نوع من التمايل أو عنده السوي يعني يروح يترنح يمنى ويسرى، فهنا رأسا أخلي ببالي إنه هاي الحركة يسموها toxic gait، إنه ما مسيطر على الحركة مالته، عنده ترنح بيها، عنده فد abnormality بالموفمنت مالته أو بالمشي مالته. فإذا هذا السلايد أيضا مهم، حركة المريض أو ترنح نروح المريض من جانب الى اخر، من سطر ما يمشي عدل، ما يقدر يمشي باستقامه معينه، المسافه معينه، طبعا اخلي الفت قدامي كم خطوه يمكن متر يمشي قدامي. فاذا كان عنده ترنح بالحركه مالته فاسميها اتاكسيك جيت.
طلاب لنا يعني عندكم اي سؤال قبل ما ابي نشوف الاكزامينيشن مالت المسلز الابر ولا اور لمب؟ دكتور السلايد قبل هاي الصوره وين عليه؟ ما بي اي ما بي صوره بس تحفظين هذا السلايد او المريض اذا كان دي يترنح ما يمشي باستقامه هاي الحركه او هاي مش يسموها التاكسيك جيت. وش سؤال يجي؟ اسالك اذا حركه مو طبيعيه عنده سوينج من موفمنت مالته شنو اسم هذا السلايد او شنو اسم هاي الحاله المرضيه؟ اوكي اكو بعد سؤال طلاب؟ الاكزامينيشن الباور مالتنا بالنسبه للابر لمب نعم راح اخلي المريض بحاله سيتنج بوزيشن راح اطلب من عنده انه يرفع ايدينه لفوق هنا الاكزامينر او الفاحص شوفوا ده يحاول يضغط هو رافع ايديه ما ادري قدامه فراح اطلب الاكزامينر راح يفحص قوه الدلتويد مسل راح يضغط على ايديه ينزلها لي جوا وهو يحاول يرفعها ابورد موفمنت هنا بهاي الحاله او بهاي الطريقه راح نقيس السترينث or power of the deltoid muscle. نعم طلاب هنا الانرفيشن روت اي ما طالبكم بيها راح يجيكم وقت ان شاء الله مستقبلا بالنيورو ميديسن راح تعرفون تحفظون كل هاي الروت يعني في سي 5 سي 6 انتم ما طالبين بيها او اي نيرف يغذي هاي العضله. بس نعرف احنا الطريقه شلون تفحص هنا الدلتويد مسل فهاي طريقه الفحص انه سيتنج بوزيشن بالنسبه للبيشنت راح يرفع ايديه كانه يمدها قدام صدره يجي الفاحص يحاول ينزلها يضغط عليها داونورد موفمنت وهو اللي يسوي ريزيستنس فبهاي الحاله افحص اني الدلتويد مسل. دكتوره هي مطلوب بس كعملي مو؟ اي بالضبط. هنا نفس الطريقه هو قاعد ماد ايديه قدامه فتقريبا مجرد يعني يحسب مثل الرقم كاونتنج تو 10 نقول احسب للعشره يغمض عيونه الحاله الطبيعيه هو راح يبقى مسيطر ماد ايديه اللي قدام ايديه لا راح تنزل ولا تترنح ولا يعني ما يقدر يرفعها اذا كانت اموره اوكي يبقى مسيطر على وضعيته يحسب لي حد العشره اوكي خلص الاكزامينيشن مالتنا بس اذا كان عنده حاله اي طبيعيه او ابر موتور ويكنس فشوف ان ايده ما راح تسيطر عليها راح تهدي الايديه مثل خلينا نقول بالعاميه من كلمنا وطبعا يشوفون هاي الطريقه كانه هو كارينج بيتزا مثل ما واحد شايل علبه مال بيتزا مد ايديك لي قدام غمض عيونك احسب لنا العشره فشوفون المريض اذا كان عنده اموره طبيعيه اوكي راح تمشي ما بي يعني يبقى مسيطر عليها ايديه ثابته بمكانها بس اذا عنده فد ابر موتور يعني او ابر ويكنس بالابر اكستريميتيز فممكن يصير عندنا مكان مسر سبنيشن يصير عندنا برونيشن بالارم مالته وما يقدر يكمل نهايه الاكزامينيشن. ترى واذا يصير فيها رجفه خفيفه يعني؟ يعني انت راح تلاحظ مرات انسان واحنا مثل بحالات الطبيعيه كلتنا بحالات العصبيه، الانفعال، الخوف، ممكن يصير عندها ترمر، بس هو الاكزامينيشن نعم يعني طب انه هو نورمال ويعني يسوي هذا الاكزام او تيست يعني تطلع عنده رجفه خفيفه مثلا؟ اذا رجفه خفيفه وانت بالهيستوري ماخذه ما عنده فد يعني ابنورمالتي معينه او ما عنده فد ديفكت معين، اوكي ممكن تعبر له اياها، بس انت طبعا حسيتها رجفه خفيفه ما راح تكتفي بهذا الفحص ما راح تستمر يعني غير الفحوصات الثانيه مو بس الابر لمب يعني تستمر بقيه الاكزامينيشن كل الابر لمب كامل كل المسلز وترجع على اللور لمب واذا عندك اصلا بوزيتيف يعني الهيستوري مال المريض راح تطول بالفحص مالته وتدز غير فحوصات وغير امور بس اذا رجفه بسيطه ممكن هذا يعني يكون محور ارتباك للفحص لا اكثر ولا اقل ممكن يعني يعني من وصلت لهاي المرحله ده افحص الويكنس بالابر لمب يعني اكيد عندي فت فايندنج قبلها فت هيستوري معين ما اخذته مو تمام؟ تمام اوكي اي سؤال بعد الطلاب اي مداخله؟ دكتوره اذا جانا هاي الصوره ايش نكتب اسم الفحص؟ هاي صور انا ما راح اجيب لكم اياها سؤال هذا الشكل يعني احتمال انه يصير اورال اكزامينيشن فشي ممكن اسالكم عليها بس ما اجيب لك هاي الصوره بالامتحان لا صعبه الصورة طبعا. ركزت عليها اسماء التيست السابقة مالت الفينجر نوز والهيل التيست هي كلش مهمة مال هيل شن تيست هاي مهمات تمام هنا لا تعرفين انه هاي اي احتمال اورال اكزامينشن احنا نعرف متى بلغنا الامتحان شلون حيكون طريقة اوكي يعني تمام دكتورة شكرا أوكي. حبيبتي العفو طلع بعد عنده سؤال يعني اوكي راح نجي هنا نفحص السترينث او تون اوف بايسبس مسل هنا نشوف البيشنت عنده يسوي فلكشن للالبو مالته
الفليكشن مالته جهه تجاه الصدر، الاكزامينر ايش بده يسوي؟ يسوي له الاوبوزيت دايركشن، احاول انزل ايده بالجهه الثانيه واشوف الريزستنس مالته يقاوم حركه مال ايدي ولا لا. بهاي الطريقه راح افحص القوه مالت البايسبس مسل. باكر هم بين شباب بيناتكم او ممكن تطبقوها بين بناتكم شباب بيناتكم، ممكن نشوف الاكزامينيشن انه اني هو الفليكشن للارم مالته يسوي، فاني اجي اضغط الجهه المعاكس. طبعا دائما يسموها اطباء الباطنيه يسوون اياها، شوفون الفحص مالته يعني يسوون عفوا الطريقه هاي على المرضى، شايفين دائما يسوون اكزامينيشن يشوفون السترينث اوف ذا مسل، فيضغط الجهه المعاكس. طبعا دائما نسوي كومباريزن احنا الرايت والليفت سايد. اذا الامور طبيعيه فخلص معناته البيشنت ما عنده اي مشكله. هنا الترايسبس مسل هنا بالعكس هو يعني يسوي اكستنشن، انا احاول اثني له اياها بالجهه المعاكس اشوف ايضا قوه العضله، ومن وقتها اقرر انه اذا كان عندي فد ويكس معينه ممكن استمر بالاكزامينيشن واشوف السيمتري اور كومباريزن بتوين الرايت والليفت سايد بالنسبه للابر لمب. هنا افحص الاكستنسر، هنا طبعا هم مسوي فليكشن انا قليلها سوري اكستنشن بالنسبه للامارته، وانا احاول لا اسوي لها فليكشن بالعكس مالته، هم افحص قوه العضله بهاي المنطقه. هنا لا شوفوا المريض مال هنا افحص يسوي كاسبينج، يعني هو يضغط على اصابع الاكزامينر واني احاول يعني افلت ايديه من عنده واشوف السترينث مالته. هنا فحص الفلكسر الترنسك مصر اوف ذا هاند انه يضغط بشده على اصابع الفاحص الاكزامينر واني احاول افلت ايديه من عنده اشوف الباور مالت الهاند مالته. هنا فحص كمان الابر لمب، راح انتقل على اللور لمب اكزامينيشن. هنا انا اطلب المريض طبعا يكون باللاينج بوزيشن على الكوتش مالتنا، نسوي فليكشن بالهيب مالته، دي احاول يرفعها انا اضغط عليها بالجهه المعاكس امنع الحركه مالت الليج مالته، فبهالطريقه ايضا اشوف الباور مالته سترينث اوف المسل. هنا أنا قلنا الفحص هذا اللي هو الاليوسوس مسل النرفيشن والروت مالته ايضا انتم مو طالبين بيها. هنا لا هو دي يسوي ادكشن، انا احاول اسوي له سيبريشن بالليج مالته فاشوف الدكتور مسل وضعها شلون مسيطر عليها، يقدر يقاوم حركه ايدي ويبقى مسيطر على الوضع مالته او يعني عنده فد باراليسيس او مرض معين. هنا لا بالعكس الابدكشن قلنا وذا ليج اكزامينيشن، هنا جلوتس ماكسيمس جلوتس مينيمس مسل هو يسوي لي سيبريشن ابدكشن واني احاول اقارب بين التو ليج ذا بيشنت. هنا هو يسوي اكستنشن يرفعها يرفع قدمه واني احاول بالجهه المعاكس انه اني ارفع رجله هنا بالعكس هو ينزلها. فايضا هنا اكزامينيشن البلوتس ماكسيمس مسل اشوف السترينث مالته مسيطر هو دي يقدر يقاوم اي حركه ايدي او ما يقدر اذا عنده فد ديزيز معين. هنا بحس بالكوادريسبس مسل الباور مالته والسترينث، نحاول يسوي مريض اكستنشن ليج مالته فاني اشوف حركه ايدي انه اني امنع البوث هاند بسيطر على واحده تكون بلو ذا ني والثانيه امنع الاكستنشن اوف ذا ليج. فبهاي الطريقه راح افحص السترينث كانه كيكينج اوت يعني امنعه سوري اطلب من المريض يسوي كيك اوت كانه داير كل طوبه هو واني امنع هاي الحركه. فنشوف قلنا انا سترينث اوف كوادريسبس مسل. هنا لا بالعكس هو سوى فليكشن للليج مالته واني احاول امنع هاي الحركه. هنا اكزامينيشن للهامسترنج مسل ايضا اشوف الباور والسترينث مالته. طبعا الحين قلنا ستيب باي ستيب اني ابدي من الابر لمب وانتقل لور حصلنا عضلات الثاي وانتقلنا جوا. هنا راح اصل للفوت ايضا نشوف الدارسي فليكشن وذا بيشنت ايضا اساله انه هو حاول يثني اصابعه او يسوي لها فليكشن واني امنعه. فالتريال كومبارتمنت هنا مصرنا نشوف الباور مالته والسترينث. لا نكمل الاكزامينيشن. طلاب احنا بالنسبه للابر والاور لور بس يعرف مهم تعرف انه هاي يا بلده تنفحص وطريقه مالته. اوكي
الروت مالتها والنرفيشن ابدا ما مطالبين بيها بالنسبه للابر واللور لمب هاي السلايدات. اذا عندكم اي سؤال حتى نرجع نعيد السلايد مو واضح قدامكم. والله الدكتوره اذا اعاده سريعه للمهم فقط يعني سوي. أنا تقريبا قلت لكم إنه لحد هنا عن examination upper limb هي سلسلة البداية هي كلش مهمة ركزنا عليها إحنا أنواع التيست الفحص مالت المنوفر شلون تصير شغلات اللون بالأحمر أيضا هاي كلش مهمة انتبهون عليها. من نوصل هذا السلايد هنا مال upper limb examination راح ندي نحفظ بس اسم العضلة وطريقة الفحص فيما إذا صار oral examination امتحان شفهي ممكن أنا أسألكم عنها بس مال الروت innervation هاي العضلة شو يغذيها لا هاي أنتم ما مطالبين بيها. بالنسبة للأبر واللور بس تعرفي شو اسم العضلة أنتي ما أطلب منك تسوي الفحص إلي. أي سؤال بعض الطلاب أي مداخلة؟ دكتورة؟ نعم دكتورة بالنسبة للأبر واللور شنو قلتي على مود النت عندي ضعيف ما سمعت. Examination قلنا من هذا السلايد من أبر لم بس تحفظي لي طريقه الفحص اسم العضله وشلون بدي اسوي هنا اسوي لي يعني اكستنشن للارم اسوي فليكشن للارم اني ويا عضله بدي افحصها بهاي الطريقه. النيرف روت النيرفيشن مالته انتم ابدا ما مطالبين بيها يعني سي 5 سي 6 يا رود يغذيها انتم هاي ما مطالبين بيها هاي نهايه كل سلايد انا ذاكرتها مستقبلا انتم راح تمرون بيها ان شاء الله تاخذوها من نيورو ميديسن بالتفاصيل بس حاليا هاي السلايدات الابر واللور لم بس تحفظي لي اسم العضله وطريقه منو شلون بدي افحصها شلون اعرف السترينث اوف ذا مسل. دكتورة ليش ما نتركها كل الأبر والأول ما أحسن؟ أنا يوم المحاضرة قلت لكم أنا اللي عندي امتحان الطلاب إحنا عندنا دور أول دور ثاني أنتوا عبرتكم اللي يأجلون جماعتكم أو اللي لا سمح الله يطلع دور ثاني مكمل يعني راح أضطر أنا امتحاني إحنا الدور الأول امتحاني كنت جوزة ورقة وقلم دور ثاني احتمال أسوي لها شفهي فأنا شفهي راح أسألها هاي السلايدات وحتى احتمال الدور الأول إحنا عرفت تعليمات حاليا الوزارة أو من العمادة ما تبلغنا بأي شيء فأنت راح تحفظي بس اسم الفحص سوري اسم العضلة وطريقة الفحص بس لا أكثر ولا أقل، أوكي؟ شكراً. عفواً. بعد طلاب عيني أي سؤال؟ نعيد سلايد معين. دكتور عايمة لازم نعملي أغلباً بين يعني كلام كثير والمطلوب شيء قليل، فلو من البداية أكو اختصار شوية. والله أنا سريدة أساعدكم يعني دا أقول لك إنه هاي السلايدات البداية كلش مهمة ركزنا عليها شغلات الملونة مهمة الفحص الاسم التيست والصورة مالته يعني احتمال يجيبك الصورة احتمال يجيبك اسم الفحص يعني whatever يعني شلون ما تكون أنت راح تكون المفروض تعرفها ولا بو ولا بس احفظ لي اسم العضلة أنتم دارسين أناتومي وطريقة الفحص مالته. واضح مشكورة. بعد طلاب عيني أي سؤال أي شيء مو واضح هنا المحاضرة العملية؟ نعيد سلايد معين مو واضح قدامكم. اوكي اذا ما عندكم اي سؤال راح انهي المحاضره مالتنا وان شاء الله باكر نكون موجودين بالمختبر ان شاء الله. دكتوره بس عندي سؤال على محاضرات النظري مع الموتور. نعم. اول الليكتشرين قبل ما واضحين يمي يعني ايش قد درستوهم وحضرت التسجيلات حيل معقدين. والله هو الموتور هو مدا يعني قلت لكم هو الماده مالته جافه يعني مو مثل بقيه السيستم مو مثل البلاد او جي اي تي اللي نسيت اعطيها. باكر اذا المحاضره انت العملي باكر عندك الاربعاء ولا الخميس يعني ما اعرف اي يوم. الخميس دكتوره. اوكي جيب محاضره تعي عليه شو ان شاء الله المواضيع حتى تفهمك اياهم. اي وقت بس ركزوا على اللون بالاحمر يعني هو حتى بالاحمر ما مفهوم. يعني انا حاولت ابسط الماده ايش قد ما اقدر انت مش شايفه قاعده يمكن ما فتحت كتاب او ما ربيت شابترات كلش ماده ضخمه كلش ماده هيوج يعني حاولت اختصر لكم اياها ايش قد ما اقدر سويتها اربع ساعات هي المحاضرات اللي اعطيتكم اياها ماده صعبه وجافه انا اعرف هذا الشيء بس انتم لازم قلها تمرون ولو جزء بسيط من الماده يكون عندكم معلومات حتى متعبرين صف ثالث انت عندك بيس لاين تمشين عليها بس يجي محاضره الخميس ان شاء الله وتدللين سهله توضح الشغلات المواضحه عندك ان شاء الله دكتور اجي ان شاء الله. بعض الطلاب من عنده أي سؤال شيء واضح أي استفسار السيمات الحضور راح أغلقها بالعشرة أوكي.
شيء هي دكتورة مشكورة. أوكي أني الله يحفظكم، شكرا جزيلا. يلا دكتورة أنهي زوم؟ أي هاي يعني، شكرا منوني.